ولا المعارك كيما كل عام راحوا البور في زوج دخلوا في زوج في الليل البور طلع كوب باش يحاربوا باش نقطعوا راني كل شوط تخطر لي حتى ونوصلوا البار وصلوا البابور سحبوا قالوا عمر شوف 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 قالوا العلب تاع الانجليز قالوا هذيك هي الانجليز يا خويا الانجليز بصح كيفاش كيفاش يطلع ما كان حفله لا والو قالوا خصنا غير نشوف واحد الخدام قالوا عمر شوف شوف هذاك الخدام مزيان راه يضرب ايه قالوا سحبي ايه ايه ارمي الخدام باش نحرقوا ارمي ارمي سيد الانجليزي ما يفهمش قالوا وات دو يو سي اي دونت اندرستاند قالوا معناتها ما فهمت والو شنو تهضروا تيقولوا الاخر ما بس قولوا اس اس ارمينا الحبه خلينا شبيك ارمي هول قالوا وات نخلصوه بالدولار بالاورو كما تحب الاخر ما فهم والو ما جا سحبوا ولا كاس ما عرف قالوا عمر واش كاين قالوا ما فهم والو نهضر معاه هو ما فهمش العربيه قالوا خلي خليك انا اللي خلص الانجليزيه سنه جوز هي قالوا دو لو سبيك انجليش الانجليزي قالوا يا سيدو قالوا ما هو من هذيك كلمه الحبر ولا نطلع عليك أنا هذا واحد تليفون لخطيبتو تليفون لخطيبتو قال الو زهية قالت له وي واش كاين محمد قال اسمع انا جاي لعندك قال له دوك كلاكسون لي تسمع كلاكسون هابطي هي فرحت ها محمد شفت الموبيل لا لا شفت سمارة على الناس رمضان كيفاش يعيشوا في رمضان وسمو حال الناس في رمضان يا اخوان اسمعوا لي في الامان نسال قصه الناس في رمضان شهر كثر فيه الخير والايمان ما قعدت بركه ولا نيه كي يوصل رمضان الناس كلها تقلع هذا يرقد ما يشوف ما يتكلم ما يسمع والتاجر في ماله يحسب كيف يا جماعة شهر كثرت فيه الخطايا السلعة ولات غالية نار ما عاد ينفع فيها الدينار تشري بلورو والدولار هذا هو هندية بين الليل والنهار زرودي يرجع تبانا والقرعة ما يلحقها سلطان الفلفل حار زاد دار الشال زادت حتى لوبيا وإذا جيت تتكلم على الحن اللي يدنا لها يندم حتى الكبدة ديالك شويه الله يرحمك يا خويا طبيعي الناس في كل الوان هذا يحب التواسي وهذا يغلى النعسان وهذا بلا شك غلب رمضان هكذا ياكل عشيه هذا عتم الشيء راه تحزن وفي عرض الناس بحشته لسانه طويل ما يتم هذه هي تربيه وهذا بصراخ داير لما حكمت له على كره ورفع شمه عليهم ما يصبرش حكمه الغمه ويختمها بالطفريه يا لطيف هذا راه طول النهار وعلى الاذان يقول قال الرطار يرقد في النهار عمره يفرد مدة والسهرة حتى الصبحية السلعة مستفاد بزاف في كل حانوت ماشي قليل بزاف الناس تشري بزاف هذه ماشي عقلية الخبز من كل انواع معروف قطايف القلب النزول مقروض قلب الانسان عليه مقبوض زيد حتى زلابية في رمضان تكثر الحوانيت سميد والسكر وزيت من عند الحلاق